يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبات كبيرة في التوغل داخل قطاع غزة، وذلك لعدة أسباب، منها الكثافة السكانية العالية في القطاع، والتي تجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي التنقل والتحرك بسهولة، حيث يمكن للمقاومة الفلسطينية استخدام المدنيين كدروع بشرية. طبيعة الأرض في القطاع، والتي تتميز بوجود الأنفاق والخنادق التي يمكن للمقاومة الفلسطينية استخدامها للتنقل والاختباء. هذه الأنفاق والخنادق تجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي تحديد مواقع المقاومة الفلسطينية والتصدي لها. استخدام المقاومة الفلسطينية لأساليب حرب العصابات التي تجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي تحديد مواقعها والتصدي لها. تعتمد المقاومة الفلسطينية على أساليب حرب العصابات التي تجعلها قادرة على ضرب العدو في نقاط ضعفه. هذه الأساليب تجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي التنبؤ بتحرك المقاومة الفلسطينية وتحديد أهدافها. هذه الصعوبات تجعل من الغزو البري لقطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي عملية معقدة وخطيرة، ومن المرجح أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. بناء على هذه الصعوبات، فإن الغزو البري لقطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي هو احتمال مستبعد. المقاومة الفلسطينية تتمتع بميزات عديدة تجعلها قادرة على الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك معرفة عميقة بالمكان وسرعة الحركة وخفتها واعتمادها على أساليب حرب العصابات. أما إذا افترضنا أن إسرائيل تريد التوغل في كامل قطاع غزة، فإن عليها أن تمهد كل القطاع بالقصف الجوي والمدفعي حتى تتمكن القوات البرية من التقدم. هذا يتطلب إجلاء جميع سكان القطاع، لأنه لا توجد مناطق آمنة في القطاع إذا كان كله عرضة لسياسة الأرض المحروقة. أما بالنسبة للإجلاء، فهناك خياران: أولاً، الإجلاء إلى داخل الأراضي المحتلة إسرائيل، وهو ما يعني أن إسرائيل سيكون عليها استيعاب مليون فلسطيني داخلها، وهو أمر صعب ومعقد، حيث لا يعلم متى وكيف ستتمكن إسرائيل من إعادتهم إلى قطاع غزة، ولا يعلم أيضاً إذا ما كانت إسرائيل ستستطيع السيطرة على هذه العدد من الفلسطينيين إذا دخلوا لها. ثانياً، الإجلاء إلى خارج قطاع غزة، وهو أمر صعب أيضاً، حيث لا توجد دول مجاورة مستعدة لاستقبال مليوني لاجئ فلسطيني. بناء على ذلك، فإن فرضية الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة هي فرضية غير قابلة للتطبيق، لأنها ستؤدي إلى نتائج كارثية على إسرائيل نفسها، سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو الإنساني.